بصوا انا دلوقتي بصور لكم الحدث خطوه بخطوه. هما دلوقتي نايمين بعد ما اكلناهم الوجبه بتاعه الغداء، بعد ما رجعوا من السوق هما شبعوا خلاص تمام زي الفل، كانوا شبعوا واتبسطوا. هما نايمين دلوقتي خالص في المشاره بتاعتهم قاعدين، الجو معتدل الحمد لله، ولا هو ساقع ولا هو حر، الجو مناسب. فهم اكلوا، اول ما يبتدوا يصحصحوا معايا ويزقزقوا كده نديهم وجبه تانيه بالليل. إن شاء الله خير ونتابعكم خطوة بخطوة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا أول أهو صحصحوا معانا أهو، تاني مرة هنأكلهم. احنا الساعة 3 دلوقتي، أكلناهم كان الساعة 3 العصر لما جبناهم من السوق، دلوقتي احنا الساعة 3 الفجر، هنأكلهم تاني وجبة. هم مفوقينهم معانا وزي الفل. هننقلهم البوكس ونحطهم دلوقتي على النجيلة، سنضفهم كده من النشارة دي. نحطهم معانا، تعالى. هما ما شاء الله يعني ايه، نضفوا معدتهم خالص بالسمان بالطوم اللي كلوه ده. لو تفتكروا كنت حاطط لهم انا السمان مع الطوم عشان انضف معدتهم. الحمد لله دلوقتي يعني الموضوع ايه، المعدة نضفت تماما وهنبتدي نأكل دلوقتي الوجبة التانية. تعالوا كده، تعالوا تعالوا ما تخافوش. الوجبة التانية هي برضو من السمان، لحوم السمان قطعتها صغير شوية عشان أأكلهم عشان يفضلوا لتاني يوم الصبح إن شاء الله إيه يناموا كده وهم شبعانين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. طبعا انا بلفت النظر ان اللحمه اللي بنقدمها لهم تكون خاليه تماما من العظم وتكون خاليه تماما من الجلد او الدهن، يعني السمان يكون منزوع الجلد ويكون اللحمه مخليه ما فيهاش اي عظم خالص، عشان العظم بيبقى فيه سنون حاده والسنون دي ممكن لا قدر الله تخرم البلعوم او الجهاز الهضمي او الفصاله او الكلام ده كله. فناخد بالنا من الموضوع ده تماما يا جماعه، ان اللحمه تكون زي كده زي ما انتم شايفين كده، ان سائل اللحمه ما فيهاش اي قطعه عظم. وكمان نهتم بالميه زي ما قلنا، ليه هنهتم بالميه؟ لان اللحم اللي احنا بنقدمه خالي من السوائل، خالي من الدم وخالي من اي حاجه، فما فيش اي سوائل بتدخل جسمهم الا عن طريق الميه اللي احنا بنديها لهم فقط. هما ما شاء الله الشهية المفتوحة دي دليل على النشاط ودليل على إنهم بصحة كويسة الحمد لله رب العالمين. حتة الكبدة اهي كلها انتوا الاتنين. طبعا هما لما هيكبروا شوية هنبتدي نقدم لهم أكل حي عشان يتعلموا إن هما يذبحوا. يلا نتشوا جدعان.
يعني عايز اقول لكم احلى احلى لحظة في حياة اي مربي انه يأكل الفروخ اللي عنده، حاجة ممتعة سبحان الله كده، كأن الام هي اللي ماسكه لهم ايه الاكل وبتزقق لهم الاكل وهما بينتشوا منها وبياكلوا، سبحان الله. يلا خد، فهنجيب لهم بقى ايه اكل حي، هنجيب فيران مايس، هنجيب ممكن كتاكيت بس عمر يوم واحد مع اني مش بحبذها، هنجيب عصافير، نجيب سحالي، نجيب مثلا ليه ما بنحبش الكتاكيت؟ عشان حد هيسأل، احنا متفقين تماما ان الكتاكيت بتبقى حاملة لبكتيريا او مرض السلمونيلا، لكن هم خلاص بقى عندهم مناعة منه، لكن بينتقل للطير الجارح، الطير الجارح في البرية ما بياكلش فراخ، فما عندوش مناعة ضد السلمونيلا، فاهمني في الموضوع ده؟ فعشان كده بنتجنب ان احنا نديلهم الكتاكيت عشان خاطر حملة للسلمونيلا، حاجة ممتعة. عايز اقول لكم التأكيل الفرخ ده ممتع بجد، حاجة سبحان الله. شوف طير معتمد عليك كده في الأكل ومتجاوب معاك، منتهى الجمال سبحان الله. استنى استنى عشان نكبر عليك، يلا عضعت كده، أيوة شاطر. دي الصفارة اللي أنا بصفرها لكل الطيور اللي عندي، عارفينها هم وحافظينها إن أنا كده هأكلهم، وبلفت انتباههم بالصفارة دي. دول طبعا هيقعدوا معايا شوية، زي ما قلت لكم هو في طير فيهم أو فرخ فيهم هيروح لصديقي من أحد مؤسسي نادي الحيوانات الأليفة برضو، صديقي محمود. لكن هم قاعدين عندي ضيوف شوية، هو هيختار منهم فرخ وانا هخلي فرخة عندي. هو تقريبا الزغلول اللي هناك ده شبع، بتعود الطير بتاعك بقى على صفارة معينة، اما بيكبر شوية بتحفظه اسمه. الصقور ذكية بقى على فكرة يا جماعة، يعني احنا البوم بنقول عليه الايه القطة الطايرة، البوم هادي كده عامل زي القطط الشرازي، بتبقى كده كسولة كده في نفسها، وبتبقى يعني ما انتخى كده قاعدة على طول، مش بتلاغي، هو بيألفك وكل حاجة وبياخد عليك بس مش بيلاغي. الصقور بقى يعني ايه نشطة شوية وحركة على طول كده، وتعرفك وتعرف شكلك وتحفظك. هو عايز يمسكها برجليه، هما كده شبعوا. لهم مسائل صغيرة تاني عشان غالبا القطعة اللي فاتت دي كانت كبيرة عليهم وخلاص مش عارفين ايه ياكلوا منها. وهم كمان ما شاء الله زي ما احنا شايفين الحصالة، بصوا الحصالة يعني بسم الله ما شاء الله امتلأت تماما. كل يا زغلول تعالى تعالى، انت بتعمل ايه انت؟ تعالى هنا،
انا مبسوط ان هم ابتدوا ياخدوا حريتهم وابتدوا يقفوا بدل القعده اللي هم قاعدينها دي كانهم في العش. الفرخ اللي هناك ده ما شاء الله كده متقدم، لان من ساعه ما جبته هو بيعرف يقف على حيله زياده عن اللزوم يعني ما شاء الله. وغالبا هتطلع نتايه صغيرة. هو خلاص شبعه، هما غالبا بياكلوا زهق بقى كده خلاص. أهم حاجة عندي العلامة بتاعت الحصالة زي ما انتوا شايفين كده، الكاميرا اللي بتقرب شوية. الحصالة ما شاء الله اتملت تماما، الله أكبر، زي الفل. ورينا انت. الحصالة بتاعته طبعا مش مليانة زي ده، هنأكله برضو شوية لحد ما تمتلئ تماما ويقول أنا شبعان خالص عشان يناموا كأنهم في العش بالظبط. بما إننا مسؤولين عنهم لازم نعمل اللي علينا وزيادة. الكبدة والقناصة أو القلب بتوع السمان ممتازين، مفيش منهم مشكلة. اللحم بتاعه ممتاز جدا، مفيش أي مشكلة. يا ريت يا جماعة نتجنب الفراخ شوية، لأن الفترة اللي فاتت عملت مشاكل، وأنتوا طبعا عارفين إن الفراخ يعني العلف بتاعها كله هرمونات وهي نفسها بتاخد هرمونات والكلام ده كله. لو هتأكل فراخ أكل فراخ بلدي، مناعتها حلوة قوي ضد الأمراض، وفي نفس الوقت أنت كده كده بتأكلها يعتبر من خير البيت. الطير اللي بيتغذى على علف مصنع طبيعي انه هيبقى فيه مشاكل، لكن الاعلاف اللي هي الطبيعيه زي الذره العويجه والذره الصفراء والدشيشه الخشنه والدشيشه الناعمه، كل دي مشتقات من حاجات طبيعيه. لكن الاعلاف بقى المصممه في المصانع اللي هي فيها بروتين قد كده وكالسيوم قد كده ومش عارف ايه، الحاجات المصنعه دي غلط، دي اكبر غلط، دي اللي بتاذي اصلا الطيور، وبالتالي ان الطير الجارح لو كلها هو كمان هيتأذي، فعايزين نتجنبها. هما كده كلوا واتبسطوا، ممكن نجرب بقى نشرب ميه. خليكم معايا، انا دلوقتي اهو جبت الميه وهنحاول نشربهم. زي ما انتم شايفين كده هم عاملين يهربوا مني، فانا جبت لهم الفخاره وهشربهم الميه. لازم ناخد بالنا من الميه في الصيف يا جماعه بالله عليكم، ما تنسوش، عشان احنا بقالنا فتره متابعين مع البوم. الصقور المره دي غير البوم، الصقور بتحتاج ميه. يلا يا شباب خد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال، انت رايح فين؟ بس انت رايح فين؟ كده مش عطشانين خلاص، كده شربته وكلته كله تمام. تعال هنبتدي الشقاوة. طيب هما كده كلوا وشربوا، يا رب ناخد بالنا من كل الملاحظات اللي انا قلت عليها. الاكل يكون خالي من الهضم ومن الجلد، ناخد بالنا من المية ومن النظافة على طول اول باول. ولو في اي معلومة جديدة او اي ملحوظة جديدة انا متابعكم بيها ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير.